الأعراب وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنهم حق. القرآن الكريم هو الذي يمكن أن نغزو به الإلحاد وأن نفتح الفتور ونغزو على الانتصارات. فبالقرآن أسلم جالوت، وبالقرآن أسلم يوسف، وبالقرآن أسلمت مريم جميلة، وبالقرآن الكريم أسلم كثير من الهندوس والبوذيين وغيرهم. ثم لابد أن نعرف أن الإلحاد لم ينتشر إلا عن طريق المكابرين أو المتعندين أو الصهاينة والإنجيل، وكانت هيلي يهودية وماركس يهودية ولينين يهودية وستالين يهودية، وكانت الصهيونية العالمية هي التي جاءت بالبروتوكولات الصهيونية التي خططت لنشر الإلحاد في جميع الشعوب التي صدرها من داعش، وهي الشعوب المنهودة. الصهيونيون هم الذين تولوا نشر الإلحاد خاصة في العصر الأخير. كان داروين رجلا مريضا نفسيا، وكان فرويد رجلا مريضا نفسيا، فلم ينتشر الإلحاد إلا عن ضرب العقول أو ضرب النفوس أو المخططين والمدبرين والمعمرين ضد الإنسانية كلها وضد الصهاينة. فإذا إن نحن انتصرنا على الصهاينة في إسرائيل وفي أماكنهم سوف ننتصر على الإلحاد، ولا بد أن نأخذ بالقرآن الكريم، وسيكون حال المكابر والمتعنت مثل حال الوليد ابن المغيرة، إنه قدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر وقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. يكفي القرآن الكريم لغزو جميع الباطلة.